نعيش في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطبي المذهل، ولقينا برضو إن الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش جالي علاج بالليزر، علاج تجميل. الحقل المجاري والعلم قدم للبشرية حاجات جميلة جدا وحاجات كوميدية أيضا وطريفة جدا. لما تلاقي حقن مجاري يخلي 3 أولاد يتولدوا المفروض أنهم عمرهم البيولوجي زي بعض في وقت معين، بس نتيجة تقنية التجميد واحد منهم يتولد قبل التاني ب10 سنين، لكن هم قد بعض. حاجة لطيفة كده هفهمكم الحكاية. القصة اللي هحكيلكم دي حاجة رائعة جدا. القصة دي يمكن حتى اللي كتبوا عنها بيقولوا انها قصة كانت يعني لما تقرب منها تحس انها يصعب تصدقها. القصة لسيدة عندها دلوقتي 3 أولاد، هم جورج وليلى ونوح. القصة بدأت بأن سارة سوان اللي كانت قاعدة في مدينة اسمها ليستر الإنجليزية كانت عندها رغبة في الإنجاب، وكانت نفسها يكون عندها أولاد، لكن كانت بلغت عمر 40 سنة وما تقدرش طبعا تولد بشكل طبيعي. سارة لجأت إلى الحقن المجهري وبدأت تعمل التقنيات بتاعته، وهم متقدمين جدا كمان في بريطانيا في المسألة دي، وبدأت تعمل حقن نجحت العملية الأولى وبدأت تعمل فعلا الولادة وما استمرت وولدت ابنها جورج. بعد 3 سنين طلبت تثبيت بويضتين مخصبتين اخرتين، وبدات تاني بدات تدخل في الحمل والولاده، ولدت ليلى ونوح. يبقى عندها دلوقتي الثلاثه دول يعتبروا توائم، بس منهم 2 توأم وطفل جاء قبلهم ب3 سنين، لكن عمرهم البيولوجي واحد. الكلام ده رائع جدا وجميل جدا، والحقيقه من الحاجات اللي تخلينا نقول ان العلم بيقدم للبشريه احيانا من الطرائف الجميله اللي تعبر عن الاعجاز الخلاق العظيم ربنا سبحانه وتعالى اللي ادانا هذا العلم واحنا استخدمناه بطريقة رائعة جدا ونافعة للبشرية. الحوار سيكون مثير للغاية أكيد مع ضيف من الطراز الأول وقمة علمية كبيرة واسم قدير وعالم جليل في هذا المجال، وأستطيع أن أقول أنه سبق كبير للإعلام المصري وجوده على شاشتها، طبعا الأستاذ دكتور إسماعيل أبو الفتوح. دايما الشطارة والمهارة ليه اللي حافظ الاسم كويس وفهمها كويس ويقدر يشخصها؟ لان هو ده بدايه معرفه الطريق السليم. هي المشكله كلها في تقدم العمر عند السيدات، وجود مخزون مبيض من البيضات نفسه بيكون قليل، وطبعا نسبه الحمل هتقل عندها، لكن ما هياش مستحيله. هل في فعلا ازواج الرجل يعني ما يحملش حيوانات منويه ليها سمه الكروموزوم الذكري؟ زوج مخلف قبل كده كذا مرة وصل لنسبة الحيوانات المنوية عنده بقت زيرو. الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري العقم وأطفال الأنابيب، زميل الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد لندن، دبلوم أمراض الخصوبة جامعة جنيف سويسرا، زميل الجمعية الأمريكية للخصوبة، زميل الجمعية الأوروبية للخصوبة، رئيس مجلس إدارة مستشفى بداية. الاسم الكبير والقيمة العلمية الكبيرة، وطبعا صاحب التواجد والجماهيرية العريضة اللي اضاف لنا الكثير، الاستاذ دكتور اسماعيل أبو الفتوح. اهلا بيك. اهلا وسهلا. خلينا النهارده نبدا حوارنا بكلمة مهمة قوي بدأت الناس تهتم انها تفهمها قوي دلوقتي،
الإخصاب المساعد. عندنا إخصاب وعندنا مساعد، كلمتين أوكي. عايز أفهم الإخصاب المساعد هو اسمه ترجمة حرفية لـ Artificial Reproductive Technology اللي هو التقنيات الإخصاب المساعد، اللي هي لو احنا عايزين ترجمها حرفيا هي التعامل مع البويضة خارج الجسم وتخصبها خارج الجسم، وبالتالي تكوين الجنين وإرجاعه عن طريق عنق الرحم إلى داخل الرحم. أضفنا إليها مجازا التلقيح الصناعي، فبقى عندنا حاجتين، الإخصاب اللي هو البويضة خارج الجسم عن طريق سواء أطفال الأنابيب عن طريق الحقن المجاري، وأضفنا لها زي ما بنقول اللي هو التلقيح الصناعي اللي هو إن احنا ناخد الحيوانات المنوية نحضرها خارج الجسم ونرجعها إلى الزوجة داخل الرحم عشان خاطر يحصل حمل. ده الإخصاب المساعد. احنا بنساعد إيه؟ هي يا إما حاجة من اتنين، يا إما البويضة ما بتوصلش للحيوان المنوي، ما بيوصلش للبويضة، فبالتالي ما بيحصلش الإخصاب الطبيعي. والإخصاب الطبيعي المفروض بيحصل إزاي؟ لما الحيوان المنوي بيلتقي بالبويضة في قناة فالوب، وبالتالي بيحصل الإخصاب، وبعد الإخصاب ما بيحصل الجنين بينطلق من قناة فالوب إلى داخل الرحم عشان ينغرس في داخل بطانة الرحم ويحصل الحمل. لما احنا مشكلة بتحصل ما بيحصلش الإخصاب دوت، سواء ما فيش قنوات فالوب أو قنوات فالوب مسدودة، أو الحيوان المنوي لا يستطيع أن هو يصل إلى قناة فالوب عشان يخصب البويضة، الحاجات دي كلها بيحصلش فيها إخصاب. فبالتالي إحنا بناخد الحاجات دي برا، بناخد البويضة خارج الجسم، بناخد الحيوان المنوي خارج الجسم، نحقن الحيوان المنوي داخل البويضة، يتكون جنين، نرجع جنين داخل الرحم. زمان أول ما بدأ الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب بصفة عامة بدأت على بويضة واحدة بس، بدأت على ان احنا ناتشورال سايكل، بناخد حويصله واحده من الحويصلات في دوره عاديه، في دوره عاديه، في دوره تبويض عاديه، ناخد منها البويضه، فبالتالي عندنا بويضه واحده. الحيوان المنوي بنحطه جنب البويضه، كان ايامها ما فيش حقن مجهري، كان اطفال انابيب، وبالتالي يخصب البويضه، يتكون جنين خارج الرحم، نرجعه عن طريق عنق الرحم الى داخل الرحم. حاليا مع التقنيات الحديثة ومع بروتوكولات تنشيط التبويض بقينا نقدر ان احنا ندي ادوية نجيب اكتر من بويضة، فبالتالي لما بيبقى عندنا اكتر من بويضة بيبقى عندنا اكتر من جنين، يبقى عندنا فرصة لان احنا ننتقي عدد من الاجنة، ومنهم بننتقي من الأجنة دي جنين أو جنينين جيدين نرجعهم داخل الرحم. وطب الباقي هنعمل فيه إيه؟ لو عندنا مثلا في ساين احنا عندنا 10 أجنة، الباقي بيتجمد، يعني في تقنيات دلوقتي زي القصة اللي احنا حكيناها دي، زي القصة دي، القصة اللي انت بتحكيها دلوقتي النهاردة أيمن هي بتحصل كل يوم. يعني مش مثلا مش سابقة مش بريطانيا عملت حاجة. يعني أنا عايز أقول لك إن كل يوم، يعني أنا كل يوم بيجي لي ناس بيكونوا عاملين حقن مجهري قبل كده وعندهم اطفال وبيحملوا بالمجمد، لان تقنيه التجميد دلوقتي بقت تقنيه ممتازه، بقينا عندنا بعد ما بقينا نستعمل الحاجه اسمها فيتريفيكيشن، تقنيه من تقنيات التجميد، بقى عندنا نسبه الحمل في المجمد تكاد تبقى هي تقريبا زيها زي الطبيعي. فبقى عندنا كتير جدا واحده بتحمل مثلا في جنين او جنينين، وتيجي بعد مثلا 3 4 سنين انا عايز احمل مره ثانيه، وبتحمل في 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 المره اللي بعديها. ده مش بس كده، ده انا عايز اقول لك على حاجه، التجميد دوت ساعد ناس كتيره جدا. انا عندي حاله من الحالات، هم الحقيقه ناس مش مصريين يعني، بس جم عملوا من الكلام ده مثلا من 6 7 سنين، جم عملوا حقن مجهري وحملت في طفل وانجبته، بعد كده جايين نعمل تحليل للزوج، ما لقيناش عنده ولا حيوان منه ولا حيوان منوي، لان هو كان اساسا لو سبيرم، كان السبيرم بتاعه قليل جدا، كان بالصدفه ان هو كان مجمد حيوانات منويه، حيوانات منويه كان بقالها مثلا 6 سنين. الحيوانات المنويه دي استخدمها مره ثانيه، والزوجه نشطنا لها التبويض وحملت مره ثانيه بالمجمد بتاع جوزها وخلفت توينز، فبقى عندهم 3 اطفال من ما كانش، يعني لو كانوا استنوا شويه كان مش عندهم ولا طفل، لو ما كانوش بداوا بدري ان هم يعملوا اطفال انابيب والحقن المجهري. وما لجوش لتقنيه التجميد اللي كانت برضو في الوقت ده ما كانتش منتشره. يعني تقنيه التجميد الحقيقه، يعني تجميد الحيوانات المنويه، تجميد الاجنه، وريسنتلي دلوقتي بقينا بنعمل تجميد البويضات برضه. الحاجات دي كلها يعني مع التكنولوجي الحقيقه خلى الموضوع اطفال الانابيب والحقن المجهري ده من الحاجات اللي فعلا ممتعه، انك انت بقى عندك حل لكل المشاكل اللي موجوده. ثلاث اسماء، ثلاث جمل مشهورين جدا دلوقتي، الاخصاب الصناعي او التلقيح الصناعي، واطفال الانابيب والحقن المجهري. هنقولهم تاني،
الإخصاب الصناعي، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب وحقن المكان. بالظبط. ناس بتخلط التلاتة ببعض. هو كل الناس بتخلط. بص أنت لو مش متخصص، لو الدكاترة حتى مش متخصصين هيخلطوا. ما أنا بقول لك دلوقتي اتلخبطت. أيوه ما أنا بقول لك هي القصة كلها، لو واحد مش قاري بقى ومش متخصص دايما بيتلخبطوا في الحاجات دي. هي القصة كلها إيه؟ التلقيح الصناعي اللي ترجمة artificial insemination، إن إحنا بناخد الحيوانات المنوية بتاعة الزوج ونحضرها خارج الجسم. وبعد ما بنحضرها بنكون مدين للزوجة أدوية تنشيط علشان خاطر نحدد إمتى هنرجعها، لأن احنا عارفين إن احنا بنرجعها يا إما في natural cycle دورة طبيعية يا إما دورة منشطة. نرجعهم الحيوانات المنوية المنشطة نوعا ما بحاجة اسمها بيركول أو ليها تطرق للتنشيط، وبناخد الحيوانات المنوية نرجعها عن طريق عنق الرحم إلى داخل الرحم. الموضوع دوت بينفع لمين؟ ينفع للناس واحد اللي هم عندهم تأخر في الحمل غير مفسر السبب، ده أكتر ناس ينفع معاهم. أو ينفع لواحد مثلا الحيوانات المنوية بتاعته ضعيفة لكن مش ضعيفة قوي يعني. يعني مثلا بدل ما هي 20 مليون بقت 15 مليون، بدل ما الحركة مثلا 50% بقت 30%، الأبنورمال فورمز ما همش عالين قوي، الأشكال الغير طبيعية الأشكال الغير طبيعية مش كتير قوي. لكن لو واحد مثلا عنده نص مليون او الحركه زيرو مثلا او 99% ايموتايل اللي هم مش بيتحركوا او الجهة. ده ما ينفعلوش تلقيح صناعي. ده لازم يخش، وما ينفعلوش حتى اطفال الانابيب. ده لازم يخش على الحقن المجهري. من هنا بقى يجي دور الطبيب في اختيار كل مريض ينفع له ايه. يعني ما ينفعش ان انا اقعد مثلا اخلي زوجين عمالين يعملوا في تلقيح صناعي 4 أو 5 مرات، لان هي تقنيه بسيطه، مش كل يعني تقنيه بسيطه من بساطتها انها ممكن تتعمل حتى في المراكز العاديه مش المراكز المتخصصه قوي. لكن انا حرام عليا ان انا اقعد اعرض الزوجه والزوجه ان هم يعملوا تلقيح صناعي كذا مره من غير اي فايده. لا، بالذات مثلا واحده عندها انسداد في قنوات فالوب، ده شرط علشان خاطر تقدر تعمل تلقيح صناعي ان تكون قنوات فالوب مش سالكه. فلازم قبليها نكون عاملين اشعه بالصبغه او منظار متاكدين ان قنوات فالوب سالكه عشان نقدر نعمل تلقيح صناعي. يبقى تلقيح صناعي ينفع عدد معين من الناس، نسب النجاح فيه ما هياش عاليه جدا، 25% مثلا ده الماكسيمم، 5% زياده عن الطبيعي، ده اللي ممكن نقوله في موضوع تلقيح صناعي. تيس ان التلقيح الصناعي ليست تقنيه عنيفه، ولكن انا بجيب الحيوان المنوي بظبط له شويه بس يعني بخليه افضل شويه وبدخله داخل الرحم بتاع الست بطريقه ما عشان اوفر عليه الوقت والمجهود و الى اخره، كاني بركبه مواصله. بالظبط كده. الناحيه الثانيه بقى جنبها في السطر اللي جنبها أطفال الأنابيب، دي بقى هي دي التقنية اللي هي يعني الحقيقة احنا كلنا مدينين بأن احنا مئات أو ملايين الأطفال اللي هم اتولدوا من سيدات كان لا يمكن أن هم يحملوا، أزواج كان لا يمكن أن هم يحملوا. بدأت ولادة لويس براون سنة 78 وبعد كده طفل الأشهر. طبعا دي أول طفلة في أطفال الأنابيب في العالم، وطبعا ليها قصة جامدة جدا. يعني ان ما كانوش حتى في انجلترا مؤمنين ان التقنية دي هتنفع. يعني اول ما بدأوها هي بدأت اول مرة اتعملت وعلشان يقدروا ان هم يوصلوا القصة دي. دي عايزة حلقة لوحدها نقعد نحكي ازاي قدروا يتوصلوا لأول طفلة اطفال انابيب، وازاي كانت كل الميديا وكل حد كان بيهاجموهم ان هم بيعملوا حاجات مضادة للطبيعة. يعني الموضوع ده طبعا قتل بحثا ساعتها لحد ما ولدت لويس براون واثبتوا ان ينفع يحصل اخصاب خارجي للبويضة الأدمية. هم كانوا دايما فاكرين ان بويضة البني آدم او السيدة يعني لا يمكن انها تخصب خارج الجسم ويحصل منها جنين، والجنين ده لا يمكن ان هو لو رجع الى الرحم ان هو يلتصق. لحد ما حصلت لويس براون وهي حامل لويس براون، اتنين تانيين كانوا حوامل. يعني هي اول طفله بس اثناء ما هي حملت اتنين تانيين حملوا، وبعد كده جه هاورد جونز في امريكا طفله تانيه حملت، وبعد كده في استراليا. يعني قصدي كله جه في نفس السنه تقريبا اتولد كذا طفل بس كانت المحظوظه هي لويس براون. بالظبط ده كانت اول مره. هي الفكره ايه كلها؟ الفكره ان انا بخصب البويضه خارج الجسم. بخصبها ازاي خارج الجسم؟ احنا لابد عشان نخصبها ان احنا الاول نسحبها، او ان احنا ما نسحبهاش لوحدها، نسحب كذا بويضه. فتقنيه اطفال الانابيب بتعتمد على ان احنا بندي ادويه تنشيط للزوجه، بنخرج اكتر من بويضه. البويضات لما بتخرج خرجنا بويضه بويضتين ثلاثه، كل دوت داخل الحويصلات. زمان كنا اول ما بدانا كانت بتتعمل عن طريق المنظار البطن. يعني ده يعني لويس براون اتولدت يعني ساعه ما العمليه بتاعتها اتعملت كان عن طريق منظار البطن
منظار البطن دوت سحبوا بيه البويضه او الحويصله والبويضه خرجت واتقصبت بالحيوانات المنويه اللي اتحطت حواليه. ده كان المتبع، ده كان منظار البطن. دلوقتي جم عملنا ان ممكن السحب يتم عن طريق السونار المهبلي، وبالتالي ما بنقدرش ان احنا يعني نفتح البطن ولا ننفخ البطن ولا اي حاجه، حاجه بسيطه جدا وممكن انها تتم حتى من غير مخدر عام. يعني طبعا بندي مخدر عام، لكن يعني ممكن تتعمل من غير مخدر عام لو السيده طلبت كده. فحاجه بقت بسيطه ابسط بكتير جدا من الاول، ونقدر نسحب عدد كبير من البويضات لان التقنيات برضو الحديثه ادت لنا انواع كتيره جدا من تنشيطات التبويض اللي هي ما لهاش الاعراض الجانبيه الشديده، نقدر نسحب بيها البويضات. نقدر ان احنا بعد كده نجيب الحيوانات المنويه نحضرها بالطريقه نفسها تقريبا اللي كنا بنحضر بيها للتلقيح الصناعي، ونحط بقى كل حوالين كل بويضه عدد من الحيوانات المنويه وننتظر الى ان يخصب الحيوانات المنويه ديت، يخصبوا البويضه ديت، نحطها في ديش معين وننتظر عليها لبعد 12 ل 24 ساعه نبدا نشوف التخصيب حصل ايه. هنا بقى يجي الدور بتاعنا بتاع دكاترة المعمل الإخصاب، إن هم يحاولوا يمثلوا الجسم الإنسان في كل حاجة، الميديات، الحاجات دي كلها، الحضانات اللي موجودة ندخلها داخل حضانات معينة، بحيث إن احنا درجة الحرارة، الغاز الكربون دايكسايد اللي موجود، كل حاجة تماثل جسم الإنسان، وننتظر إلى أن يحصل الإخصاب. نبص تاني يوم عليها الإخصاب دوت، لما بيتكون الجنين بيتكون حاجة اسمها 2PN، بيتكون جنين اللي هو خليتين بيتحدوا، وبعد كده أربع خلايا، وبعد كده 16 خلية اللي اسمها الموريلا، وبعد كده يتكون البلاستوسيست اللي هو خلية الجنين اليوم الخامس اللي بيرجع عن طريق عنق الرحم إلى داخل الرحم. ده باختصار اللي بيحصل في أطفال الأنابيب. طيب يبدو رائع. هو رائع. أقصد أقول يعني يبدو رائع لدرجة أنه لم يكن هناك احتياج إلى الحقل، يعني ده سؤال ساذج. أيوه بالظبط كده. لا، في حتة بقى أنت أيوة. ما خدتش بالك منها، لما أنا قلت إيه، بنحط عدد كبير من الحيوانات المنوية حوالين كل بويضة. لازم يكون في عدد كبير. طيب. قول بقى إيه بالظبط اللي ما عندهمش حيوانات منوية كتير. عدد كافي. عنده نص مليون، عنده ربع، دول كنا زمان نقول لهم إيه؟ لا خدوا علاج، ياخدوا العلاج، مفيش استجابه، خلاص انتوا ما ينفعلكوش لا تلقيح صناعي طبعا ولا اطفال انابيب. وما كانش لسه اخترع الحقن المجهري قبل سنه 92. 92 بقى لما باليرمو بقى عمل القصه بتاعته إيه، اللي هو ما كانش قاصد ان هو يحقن بالصدفه. ما كانش قاصد ان هو يحقن الحقن المجهري داخل البويضه، لكن ده حصل ان هو حقن الحقن المجهري داخل البويضه بالغلط، اتكون جنين. هم كانوا يتهيأ لنا انك لو انت خرمت السيتوبلازم بتاع الخليه وسط الدنيا الخليه مش هتكمل. وسطها. فبعد كده لما ثبت انك لما بتدخل فيها الحيوان المنوي حصل اخصاب والاحصاب والجنين كمل، والجنين ده حصل منه حمل. فبالتالي التقنيه ديت قلنا طب خلاص احنا لو اخذنا برضو نفس الموضوع وعملناه على طول وبقى ده المتبع ده دلوقتي، احنا عشان نضمن الاخصاب بنعمل حقن مجهري لاغلبيه الناس. التقنية دي الحقيقة ساعدت ناس كتيرة جدا ما كانوش بيحملوا، بالذات اللي عندهم مشاكل عند الزوج. يعني أنا شفت حقيقة ناس كتير جدا كان لا يمكن أنهم يحملوا أيام زمان قبل 92، ده كان لا يمكن أنهم يحملوا، بالذات الأزوسبيرميك اللي هم ما عندهمش ولا حيوان منوي. ما دولت احنا بنفتح الخصية بناخد حيوان منوي من الخصية وبنحقنه داخل السيتوبلازم البويضة وبيكون جنين في الاخر خالص، واغلبيه الناس دولت زوجاتهم بتحمل لان الزوجه غالبا ما بيكونش عندها مشاكل. فوانس انك رجعت لها جنين سليم داخل الرحم نسبه الحمل عندها بتبقى عاليه جدا. التعامل مع البويضه، البويضه برضو يعني احنا قلنا الرجل هو الذي اضطرنا، او يعني الصدفه خدمته والحركه اللي حصلت بايده، الراجل انزلقت غصب عنه دخلت حيوانه داخل البويضه، راجل محظوظ اتخدم، الراجل يقول لك انا يعني هيقعد يعني لغايه دلوقتي متهم، يقول له ما انت السبب، احنا ما عملنا خلاص اطفال انابيب وانت حيواناتك المنويه قليله، كانت الرجاله هتتروق يعني. ولكن البويضه احيانا تكون يعني مضطرنه او في اضطرار من خلال البويضه وشكلها ان احنا نعمل حقن مجهري. بص هو طبعا لازم ان احنا نبقى عارفين حاجه، ان الاخصاب ده عمليه معقده جدا، ما هياش انك انت تحط حيوان منوي جنب بويضه وخلاص. يعني ياما احنا شفنا حالات كتيره جدا بتبقى البويضه جايله جدا. اول حاجه احنا لازم نعرف احنا بنقسم البويضات لكذا درجه،
يا اما جيرمينال فيزيكلز اللي هي البويضه اللي غير ناضجه تماما، يا اما ميتافيز 1 اللي هي البويضه اللي هي هتنضج بعد في خلال 12 ساعه، او الميتافيز 2 اللي هم البويضه الناضجه تماما. دولت اللي احنا بنقدر نايدنتيفاي او بنقدر ان احنا نتعرف عليهم بعد سحب البويضات. النوع الجي في دوت خلاص ما بنشتغلش عليه خالص. عندنا النوعين التانيين اللي هم الميتافيز 1 والميتافيز 2، دول هم الناضجين يا اما ناضجه تماما يا اما في طريقها الى نضوج. ده هنا بقى دورنا ان احنا نفرق البويضات ديت، ودور الطبيب اللي بيدي ترشيح، الطبيب نفسه ان هو يحاول دايما نسهل على دكاتره المعمل. يعني انا بقول دايما ايه، انا لما اجي بدي ترشيح التبويض انا بختار كل مريضه باجي بدي لها ترشيح، بحاول ان انا ادي لها البروتوكول المناسب ليها، لان انا عايز ان انا لما اجي اخرج البويضات اخرج بويضات جيده بقدر الامكان. طبعا في اوقات البويضات هتبقى مش درجتها مش جيده، لكن لو انا قدرت ان انا اوصل ان انا اخرج بويضات درجتها جيده، فبالتالي لما اجي احقن فيها الحمل المناوي او احطها تعمل اطفال انابيب، نوع الجنين نفسه يعني يكاد يكون ديبندنت جامد جدا او يتوازى جامد جدا مع درجه نضج او درجه جوده البويضه نفسها. لما نلاقي البويضه نفسها غير جيده يبقى احنا نتوقع ان الجنين نفسه مش هيبقى جيد. وده اللي بيحصل لما العمر بيتقدم بعض الشيء، ان احنا عمر الزوجه على ما نلاقي بويضه كويسه بياخد مننا وقت. يعني بندي ادويه تنشيط كتيره جدا، بنخرج بويضات، ممكن نخرج اول مره بويضه ما تبقاش جيده، المره اللي بعديها وهكذا لحد ما نقدر ان احنا نخرج بويضه جيده. لو احنا قدرنا نصل الى بويضه نضوجها جيد نبقى احنا والحمل المنوي كويس، يبقى الجنين نفسه هيكون درجته جيده، فبالتالي التصاق في بطاره الرحم بيكون اكتر. من التقنيات برضو اللي بدات تفرض نفسها وبدات الناس تسمع عنها بشكل كبير عمليه تثقيب الجنين. يعني ناس كتير دلوقتي تقول لك ايه ده، انا عملت كمان تثقيب جنين وصرفت وتمام التمام. يعني هو دوت ده بيحصل. احنا بقى كتير جدا من الحالات دي مهمه قوي، حالات بيبقى عندهم حاجه اسمها تيك زونا. الزونا دوت اللي هو الجدار الخارجي للجنين. الجدار الخارجي للجنين ده في بعض الحالات بيكون الجدار سميك جدا، فبالتالي انت عشان خاطر يحصل اخصاب او يحصل التصاق للجنين في بطانه الرحم هيبقى فيه صعوبه. فاحنا بنيجي بتقنيه الليزر دلوقتي، زمان كنا بنعملها بحاجه اسمها اسيد تايرود. كنا بنحط ماده معينه بتدوب الجدار الخارجي للجنين. حاليا مع تقنيه الليزر اللي موجوده، ودي الحقيقه احنا كنا من اول المراكز اللي استخدمناها الليزر، ان بنيجي نعمل زي يا اما ثيننج للزونا يا اما بنعمل ثقب في جدار الجنين نفسه، او بنخليها ارق شويه، بنخلي الزونا نفسها كأنه بنقشره بعد الشيء، فبالتالي بنخلي فرصة التصاق الجنين زي ما احنا شايفين هنا ببطانة الرحم بتكون أكتر. ودي ادت فرصة عالية جدا للناس اللي عندهم الجدار السميك، ادت فرصة للي عندهم تكرار عمليات فشل أطفال الأنابيب، للناس اللي هم متقدمين في العمر ادت الفرصة ان يزيد فرصة عدوز الحمل عندهم. ده تشبيه يعني مهم جدا عشان أقربه للناس. الحقن المجهري ليس هداف بيحط جون، يعني مش لعيب كره واحد بس في الملعب يروح جاي حاطط جون اهو يلا، لكن هو فريق كامل، فريق كبير، وتقنيات كلها بتلعب مع بعضها دور مهم قوي في ان انا في الاخر احقق الهدف المنشوط اللي هو الجون اللي هو الطفل. صح. بقى عندكم صح. من ضمن الحاجات برضو المنظار الرحم ده جزء في الفريق، يعني ده لعيب مهم جدا جدا في الفريق، اهم من الشغل ضبط الشغل. يعني مش مهم ان انا اعمل حقن مجاري لكن في كمان المنظار الرحمي. في ناس تستغرب جدا دلوقتي واحنا بنتكلم بيقول لك يا عم هم الدكتور ايمن سرح ولا ايه، الدكتور اسماعيل بيتكلم على الحقن المجهري، ايه اللي خلاه يساله في المنظار الرحمي؟ كتير جدا الموضوع ده مهم قوي، لان هي انت في الاول خالص اول ما بتيجي المريض والزوج والزوجه انت بتحاول تدي لهم الفرصه، غالبا هم جايين بعد ما لفوا اماكن كتيره وما عملوا مثلا مره او مرتين او يعني اتقال لهم ان لازم يعملوا، انت تيرشر كير، يعني انت في الاخر خالص مكان اللي هو بيلجا له الناس اللي هم عندهم صعوبه بالغه في حدوث الحمل علشان خاطر يجدوا المشوره الحقيقيه. فلازم انت ما تفوتش اي حاجه من الحاجات اللي المفروض انها تتعمل من غير ما نعملها. من ضمن الحاجات اللي هي بتؤرخنا جامد جدا ان يكون في مشكله في التجويف الرحمي. مشكله التجويف الرحمي ديت ممكن نكتشف ايه هي المشاكل اللي ممكن تكون داخل التجويف الرحمي. ممكن يكون في حاجز في الرحم، ممكن يكون في بوليب او زي لحميه داخل الرحم، ممكن يكون في التصاقات موجوده داخل الرحم. الحاجات دي كلها لابد ان احنا نتاكد انها مش موجوده قبل ما نرجع الجنين داخل الرحم.
احنا لازم نتاكد من ان مخزون مبيض من البويضات جيد، لازم نتاكد ان الرحم جيد، لازم نتاكد ان تجويف الرحم جيد. طرق ان التعرف على ان تجويف الرحم ادقها طبعا هي المنظار الرحم. منظار الرحم دوت ميزته بقى ان هي تقنيه بسيطه جدا بنعملها قبل ما نبدا اطفال الانابيب. وفي بعض الاحيان بدا دلوقتي في بعض الدراسات بتقول انك انت لو انت عملت حاجه سكراتش كده هوت او جرح بسيط او خربشه بسيطه داخل التجويف الرحمي بتزود فرصه حدوث الحمل، بالذات الناس اللي حصل لهم تكرار لفشل الحقن المجهري. بتزيد نسب الحقن المجهري ونجاحه مع استخدام المنظار. طبعا يعني انا شخصيا انا لسه في حاله قريب جدا كانت عملت كذا مره حقن مجهري وما حصلش حمل، والالترا ساوند حتى ما بينش ان كان عندها زي بوليب صغير داخل التجويف الرحمي، ولما اتعمل لها المنظار الرحمي الحقيقه كانت حتى مش بوليب، كان فايبرويد، كان ورم ليفي صغير جدا داخل التجويف الرحمي، واستأصلته لها على طول في نفس السيتنج وحملت السايكل اللي بعديها على طول. فده بقول يعني في حاجات فعلا ما بتتشافش بالسونار، يقدر المنظار الرحمي يقدر ان هو يشوفها، والميزه بقى ان هو ممكن تعالجها في نفس الوقت. يعني انت مش بس بتشوفها ويو دونت رياكت، انت اول ما بيحصل بتشوف مشكله بتقدر تعالجها في نفس الوقت على طول. مش بنصح الست ونرجع نقول لها لا انا طبعا. هنروح لحتة مهمة قوي وبدأت تنتشر، الاكتشاف والفحص الوراثي للأجنة واختيار جنس المولود، برضو الاثنين دول مهمين قوي. بس أول حاجة احنا انت عارف ان بو ادوارد اللي هو عمل اخترع الحقن المجهري او اطفال الانابيب، اول واحد اللي هو حملت معاه لويس براون، لما تيجي تقرا السيره الذاتيه، هو طبعا توفى وحصل على نوبل برايس يعني، والحاجه اللي هو من ضمن الحاجات اللي هو اتكلم عليها ان من ساعه ما عمل اطفال الانابيب او الحقن المجهري، هو ما كانش فكرته بس ان هو علاج العقمه عند السيدات، هو كانت فكرته البي جي دي اللي هو فحص الجنين ما قبل ارجاعه، يعني التقنيه دي ظهرت بعد كده، لكن هو كان من ضمن الافكار اللي هو كان بيفكر فيها من الاول خالص ان هو عايز يرجع للامهات اللي هم عندهم عيوب خلقيه في الاطفال او اللي عندهم امراض وراثيه، يقدر ان هو يرجع لهم جنين جيد. كل ديت كانت الايماجينيشن بتاعته في الاول خالص، بما فيها يعني طبعا انك انت تاخد خليه زي ما احنا شفنا ينوت من الجنين وتفحصها وتعرف الحاجات الجينات اللي موجوده، تقدر تختار الجنين السليم اللي هيرجع الى التجويف الرحمي عند السيده. لو طبعا في اختيار جنس المولود من ضمن الحاجات، يعني لو مثلا عائله فيها بنات عايزين اختيار ذكر دوت، ممكن برضو عن طريق ان احنا بنقدر نعرف اذا كان الجنين اللي هنرجعه ده ذكر ولا انثى. وبعض الاحيان في امراض وراثيه بتورث للبنات بس او بتورث للذكور بس، فبالتالي بنقدر برضو نختار اذا كان الجنين يرجع يبقى ذكر ولا يبقى انثى على حسب ما احنا عايزين، علشان خاطر ما يحصلش المرض الوراثي اللي بيورث للذكور او للاناث. بعض الاحيان بعض الامراض اللي هي الصفات المتنحيه اللي عند الزوجين نقدر ان احنا نعرفها قبليها، فبتوفر علينا ان يحصل حمل وبعد كده يجهض، او يحصل حمل وبعد يحصل فيه مشاكل الجنين يولد بعيب خلقي ويؤرق اهله على طول. تقنيه الفحص الجنين، فحص الجنين قبل ارجاعه الى داخل الرحم الام ديت ساعدتنا جدا، اللي هي البي جي دي، ودلوقتي التقنيه الاحدث بقى اللي هي البي جي اس. قبل ان نمشي وقبل ان اقول لك في النهايه ثلاث جمل مهمين، عايزك تطلع كارت احمر لناس بتتعامل مع منظومه الحقن المجهري ولكن بدون وعي، هتدي لمين؟ كارت الاحمر طرد بره. لا بص، هو يعني طبعا انا بقول ان اللي يتعامل في الحقن المجهري ده بالذات لازم يكون مركز مصرح له بالعمل في اطفال الانابيب او الحقن المجهري، ويكون الاطباء اللي موجودين عندهم خبره فيه، لان انت مش متخيل كم الناس اللي هم بيسعوا الى ان يحصل عندهم حمل وبيتجهوا الى اماكن يصرفوا فيها اللي قدامهم، ويروحوا الناس مش متخصصه يبداوا يعني مش بس ان هم بيستنزفوهم، هم ممكن يضروهم. يعني انا شفت حالات كتيره جدا كان عندهم مثلا اكياس اللي هي اكياس دمويه واكياس عاديه، الناس دول قبل ما يعملوا الحقن المجهري يعني عمل لهم عمليات وقللوا من مخزون مبيض من البويضات عندهم. فانا بنصح دايما الناس ان هم يتجهوا الى الاماكن اللي هي المراكز المتخصصه في موضوع الحقن المجهري دوت، واختيار البروتوكولات اللي بتناسب كل مريض منهم. قبل ان نستمتع بجوله في مستشفى بداية، عايز اقول لحضرتك ان انت
يعني اسعدتنا بثلاث حاجات. اسعدتني انا على المستوى الشخصي بان انا تعرفت بشخصيه رائعه، وعلى مستوى الصداقه تشرفت جدا يعني التعامل مع حضرتك، على مستوى العلمي افدتني جدا كاستاذ، واسعدتني بقى ان انا بقى عندي نهم جبار للدخول في تفاصيل دقيقه جدا، وللمتخصص واحد من عمالقه مصر في عالم الاخصاب المساعد والحقل المجاري بدات بقى سعيد جدا ان انا ساتسفايد. على المستوى الاعلامي بقى يعني كان شيء سبق كبير ان نقنع اكاديمي قدير بان هو يتواجد في الاعلام بشكل متكرر. فده ثلاث حاجات نقدر نقول يعني 3 مش 4 باي 4 3 4 3 نورتنا الله يخليك. اسمح لنا جولة في عالم بداية، عالم رائع جدا متميز للغاية، ولكن في النهاية اسمحوا لي ان انا دائما ارحب بضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور اسماعيل ابو الفتوح، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم بطب القصر العيني جامعة القاهرة، استاذ الخصوبة والحقل المجاري بمستشفى بداية، الاسم الكبير في المكان الكبير. وخلينا نروح لبداية. إنسان من تراث خاص، بالإضافة إلى كونه جراح قلب كبير المقام، هو مهموم جدا بقضايا وطنه. الناس اللي بتشتغل جراحة قلب أطفال دول ملايكة، التشخيص والعلاج المشاكل المرضية أكثر صعوبة، شريان الأورطة لازم تساعد ننقذ الشعب كل العيوب الخلقية، عدد القلب ناس بترعش، شريان المسؤول. ناس كتير جدا في مصر ما تعرفش ماذا تقوم به هذه الأكاديمية الهامة. الأطفال بنتعامل مع كل العيوب الخلقية اللي هي بتولدوا بيها، قدامنا وقت بيبقى قليل جدا. موجود معنا الناس بتاع التدخل في الشرايين الدماغ أثناء السكتة الدماغية الحادة، اسم الطوارئ مفتوح 24 ساعة، بحيث ان احنا نمنع حدوث التلف بتاع خلايا المخ. حضرتك قلت لي احنا بنشتغل ب يعني نسبه حوالي 30%. عندنا الفرصه ان احنا نوصل ل 100% من الكباستي. احنا دلوقتي في مرحله الاعتماد على النفس. الجراحات اللي هي التدخل المحدود بيساعدنا في ان احنا نساعد الجزء ده هو من المجتمع على ان هو يعيش حياته بعد كده بصوره طبيعيه. العيادات عندنا بيقوم بيها الاستشاريين او الاعضاء هيئه التدريس نفسيهم. احنا بنتكلم على صفوه جراحين القلب الاكثر مهاره في العالم العربي كله.